السلام عليكم متابعينا الكرام. حبة البركة أو الحبة السوداء كما تعرف في أغلب الثقافات العربية هي نبتة تنبت في شبه الجزيرة العربية والمغرب العربي، ولحبة البركة فوائد لا تحصى، وسنسرد في هذا الفيديو بعض هذه الفوائد حتى ننتفع بها وتغنينا عن الذهاب إلى الطبيب. ولكن بعد أن نرحب بكم وندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فوائد حبة البركة الطبية: تزيد المناعة. لحبة البركة أثر فعال على المناعة وبخاصة للمرأة الحامل، حيث أن ملعقة واحدة صغيرة يومياً طوال فترة الحمل تزيد من مناعة الأم والجنين على السواء. للمرأة المرضعة: تعمل حبة البركة كمدر طبيعي للبن الأم، بالإضافة إلى جعله أكثر فائدة للطفل لما تحتويه من مواد منشطة للمناعة كما قلنا سابقاً. تسهيل الولادة: تعتبر حبة البركة من أعظم المسهلات للولادة، حيث يتم غليها وخلطها مع البابونج ثم تحليتها بالعسل الأبيض. تعالج التهاب الحلق: تعتبر حبة البركة من أكثر الأعشاب القادرة على علاج التهاب الحلق ومقاومة أعراض البرد والإنفلونزا الموسمية لوجود مواد تقاوم الفيروسات والبكتيريا المسببة لهذه الأمراض. تساعد على التخسيس بسبب احتواء حبة البركة على مضادات للأكسدة وأنزيمات تساعد على الهضم، فإن حبة البركة تستعمل للتخسيس وإذابة الدهون. ولعمل ذلك ما عليك إلا أن تأخذ ملعقة كبيرة من حبة البركة على كوب من الماء المغلي وتتركه لمدة ربع ساعة ثم تشربه، وتعتبر هذه الوصفة كفيلة لحرق الدهون الزائدة وإعطائك مظهراً رشيقاً. تعالج الربو والسعال: يمكنك بخلط القليل من حبة البركة وعسل النحل الحصول على علاج فعال للسعال والربو، كما أنك يمكنك من خلال استخدام زيت حبة البركة بدهنه دافئاً على الصدر والظهر 3 مرات يومياً من التخفيف من حالات الربو والسعال. ويمكنك أيضاً استنشاق بخار زيت الحبة السوداء صباحاً ومساءً، مما يعطي كفاءة عالية للجهاز التنفسي وعلاج الربو والسعال. ولعلاج ضيق الأوعية الدموية وضغط الدم عليك اتباع الآتي: أخلط كمية قليلة يومياً من زيت حبة البركة مع المشروبات الساخنة، فإن ذلك من شأنه العمل على توسيع الأوعية الدموية وعلاج ضغط الدم المرتفع. علاج الكلى والمسالك البولية: من فوائد حبة البركة التي لا تحصى هو تفتيت الحصوات سواء كانت في الكلية أو في المسالك البولية والمثانة بطريقة آمنة وطبيعية. فيكفيك أن تقوم بخلط ملعقة من حبة البركة على ملعقة من عسل النحل على كوب من الماء الساخن ويشرب على الريق يومياً. علاج الصداع: قم بطحن حبوب حبة البركة حتى تحصل على ما يشبه المسحوق الأسود، واخلطه مع نصف ملعقة من اليانسون ونصف ملعقة قرنفل، ثم ضع هذا الخليط على كوب من الزبادي. أو يمكنك أيضاً دهن منطقة الرأس بزيت حبة البركة الدافئ ليعطيك نفس النتيجة. لعلاج السكر: باستخدام الوصفة الآتية تعالج حبة البركة المصابين بمرض السكري، حيث يتم طحن مقدار كوب من حبة البركة، ويتم إضافة ملعقة كبيرة من المرة الناعمة ونصف كوب من حب الرشاد وكوب من الرمان المطحون وكوب من جزر الكرنب المطحون بعد تجفيفه. يخلط كل ذلك ويؤخذ يومياً على الريق قطرة ملعقة، ويمكن إضافته للزبادي أو اللبن حتى يسهل شربه. لعلاج الإسهال: يؤخذ كوب من عصير الجرجير الممزوج بملعقة كبيرة من حبة البركة الناعمة وإعطائه للمريض 3 مرات حتى يتوقف الإسهال. تطرد ديدان البطن: بإضافة ملعقة من حبة البركة الناعمة إلى مقدار 3 حبات ثوم مع ملعقة زيت الزيتون، وإضافة 10 حبات من حبوب الدباء، وأكل الخلط على الريق صباحاً، فإنها تعمل على طرد الديدان من البطن وعلاج الانتفاخات. وفي النهاية لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، فالدل على الخير كفاعله، مع تمنياتنا لكم دائماً بدوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.